بصي بصي طيب مش عايزه ابص تاني. مش هو ده خبر حبيبتي؟ اوكي ما انا قريت الاخبار دي. الخبر بيقول ان انا عندي شبكه ب 170 الف دولار. لا امال بكام؟ مش ده اللي عايزه اقوله لك. نزل الخبر: النيابه تأمر بضبط زوج علا غانم بسبب غش البنزين. شفتي بقى؟ طيب عنده محطات بنزين في مصر، يعني راجل غني. لا يا شيخه، وكان عنده سلسله مطاعم في امريكا. مفيش سلاسه. كل ورقص. كل ورقص مين دي؟ انا مالي، ما هما اللي هو اللي قال كده. انا قابلته في امريكا، قال لي المطعم ده كان بتاعي وبعته، وكانت المحطه دي بتاعتي وبعتها من سنتين، ونزل مصر. يعني ما عملش اي حاجه غير انه اجر محطه، وهو اديكي شايفه الخبر اللي نزل ده. بعض الاشياء اللي انا ما كنتش احب اتكلم عنها، بس انتوا اللي بتجيبوا الاخبار دي. اوكي. ودي كانت فضيحه كبيره يعني. كانت فضيحه ليكي لانه زوجك طبعا محسوب عليكي، صح؟ طبعا. عملتي ايه وقتها؟ مش عايزه اتكلم في الحاجات دي من فضلك. وانتي مش عايزه تتكلمي في حاجه خالص؟ مش عايزه اتكلم في حاجه خالص. احنا اتفقنا ان انتي هتتكلمي شويه ونوضح للناس كل ده شويه حقايق. عايزه تطلعي انتي يعني انا عايزه اعرف هو مجني عليه وانتي جاني. هو غني، هو غني. حد يقول لي فين فلوسه؟ طبعا عشان اعرف اخد نفقه مثلا. في امريكا يمكن. فين ده؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انا زي ما بقول لك مفيش. بيودي فلوسه فين؟ ما عندوش فلوس. طب عشان هو يمكن هو يمكن. طب اتجوزتيه ليه؟ واحد كان متجوز قبلك مرتين، عنده اولاد. لا ثلاثة. ثلاثة عنده اولاد من ديانات مختلفة. عشان تعرفي ان انا عندي كل حاجة. طيب عشان كده انا ما رضيتش اقف في الصف. انت مش يوم الفرح قلتي انا بتجوز امريكاني خالي من العقد؟ لا انا ما قلتش الجمله كده بالظبط يعني، لان هو على فكره مش امريكاني ومش خالي من العقد، هو مصري صميم. يعني هو من السيده زينب ومصري صميم وعنده ولاد مصريين وعنده ولاد امريكان من اختلاف الديانات. كل دي زيجات؟ زيجات زيجات. طيب برضو هسالك سؤال، يعني اللي مخليكي مضطره؟ ده انت علا غانم. ما كانتش في حاجه مخلياني مضطره، كنت شايفه واحد بيحبني وبيخلي باله مني. الكلام اللي انا قلته بقى في الفيديو اللي انا بقول لك انا اقتبست. انا كنت كذابه؟ ايوه انا اقتبست كل اللي اتقدم لي في اول سنه جواز. لا ما فيش اول سنه، اول كام شهر اقتبست ده كله وقلته في اللقاء مع ايه اللي كان مخوفك من المجتمع انك انت تقولي الحقيقه وعكس الكلام اللي قلتيه؟ كنت نفسي اتطلق في هدوء وبشياكه. انت معروفه عنك يا علا ان انت ست جريئه ومواجهه للمجتمع وللحقائق، ده حقيقي عنك. ايوه. ليه هنا ما كنتيش علا؟ ما هي لو كانت حاجه حلوه كنت زماني قلتها، انما للاسف حاجه تكسف. هي الجرأه عندك في الحاجه الحلوه بس؟ حاجه تكسف، حاجه تكسف، حاجه تعر يعني. يعني مفيش أي حاجة لطيفة في الموضوع ده. طيب المشاكل دي كلها حصلت في أمريكا؟ لا دي حصلت من بعد أول كام شهر جواز يعني. أول كام شهر جواز؟ أنت بقالك قد إيه؟ 17 سنة؟ آه. وأنت عايشة بقالك 17 سنة في هذه المشاكل؟ لا ما أنا بقالي 6 سنين بستراجل إني أعرف أتطلق. 6 سنين بحاول أعمل اتفاقات. انت عايشه في امريكا يعني بلد أي. الحريه والتسالم، ممكن انك انت قانون يبقى وترفعي قضيه وكمان تكسبيها. اني هديله نص اللي معايا ويطلقني وننزل السفاره ليه بقى هو مش عايز؟ رافض ليه؟ معرفش. يا سلام. عشان انا ست بخيله، وعشان انا في عيوب بشعه، وعشان كل الحاجات اللي قالها عني قبل كده مش عايزه اعيدها، عشان انا فيا كل العيوب دي هو مش عايز يسيبني. طب مش شغاله معاكي ليه وبتدي له مرتب ومستأمناه على مشروعك وعلى فلوسك؟ ايه السبب يعني طالما بينكم المشاكل دي؟ ما هو مفيش اوبشن تاني عنده.
وانا لاني حد قلبه مفيش ما عندكيش منه اولاد يعني ما فيش بقى اللي هو حرام عشان بينا اولاده ما تنفصلي كان... وتمشي من الشركه طيب ايوه تعيش حياتك. ما هو انا كان بيتقال لي طب وانا هروح فين طب وانا هعمل ايه يعني كان بيصعب عليك جدا جدا وكنت اتمنى ان الموضوع ده ينتهي في منتهى الهدوء عشان يعرف يكمل حياته ينتهي ازاي وانتي عماله تغذيه بدم جديد ازاي مستفيد دمي. منك يسيبك ليه بيقبض منك يسيبك ازاي على كلامه لو كلامك حقيقي لا ده غير الحاجات التانية يعني ايه الحاجات التانية يعني في حاجات كتير قوي تانية يعني زي ايه مثلا افهم ايه نوعيتها يعني سافرت في شهر 10 تم اختلاس مبلغ بالكامل يعني 450 ألف دولار من الشركة باختصار شهر 10 تم اختلاس 270 ألف دولار وشهر نوفمبر آخره 22 نوفمبر 175 ألف دولار يعملوا 450 والمحامي بتاعي هنا بيقول لي لو رجعتي أمريكا مش هتعرفي تتطلقي أبدا لأن أنا قضية الطلاق بتاعتي كانت يوم 4 أكتوبر والقاضي عارف ان انا موجوده ورفض القضيه ليه لانه بقاله سنه بيقول تنزل من امريكا عشان اطلقها وانا بقول شغلي ما اقدرش اسيبه بيقول فين في عند انهي قاضي اللي في امريكا ولا في مصر اللي في مصر انا كنت رافعه خلع هنا اترفضت قضيتي يوم 4 اكتوبر طيب الفلوس اللي تم اختلاسها عايزه افهم بقى مؤتمناه ازاي على هذا المبلغ اصلا لا انا مش مؤتمناه انا يعني انت ست واعيه ولا انت ست ايه بالظبط انا قاعده واعيه جدا يعني انا ست واعيه جدا انا الانشورنس بيبعت لي الشيكات بتاعتي على الاوتيل اوكي الشيكات دي باسم الشركه بتاعتي المفترض ان هو قاعد صرفها ازاي بقى هقول لك اول شيك صرفه بانه حطه جوه الحساب بتاعه ازاي له حق انه يصرفه هي الشركه مش باسمك بس هو ليه حصه فيها ب 16% طب دي حصه صغيره يعني ايوه ما هي الحصه دي خدها في مقابل يبقى ليه حق التوقيع في البنك والصرف لا خالص امال ازاي البنك صرف له الشيك في بقى شويه تلاعب كده في امريكا في شويه تلاعب في امريكا اتعمل وقدر يصرف اول شيك وبعد ما اتصرف اول شيك لانه من حقه انه ممكن يصرف شيك ولكن يكون تحت اسم الشركه باسم الشركه فراح عمل حساب في البنك بتاعه زي اسم الشركه بتاعتي بالظبط وقام كاتب سول اونر اسمه بالكامل وده في حد ذاته تزوير وقدر يصرف الشيكين التانيين وبلد القانون اللي انت عايشه فيها يعني اللي هم بيقولوا عليها بلد القانون ما قدرتيش ان انت تاخدي حقك لا ولا تثبتيه لا بثبته وهاخده كله هيرجع كده بقى انا دي علا اللي انا اعرفها لا بس انا بس ما بحبش اقول انا عمري ما بحب اتكلم واقول انا ايه اللي بيحصل